FM. الكلمة ليك. الناس اليوم رغم معناها تعبت الناس، رغم اللي ذاقت الأمرين من موضوع هذا، وكانت أمال كبيرة على نداء تونس وعلى الباجي قايد السبسي وغيره باش يقوموا باش يحققوا ما وعدوا به، لكن اليوم تحس الناس فاقوا أنه البلاد اليوم في خطر كيما 2011 كيما 2012، لأنه عدم التوازن هذا شنو باش يؤدي؟ باش يؤدي إلى انخرام التوازن وسيطرة الطرف على آخر، ونرجع للمربع الأول ونشوفوا فيه اليوم بدأت تضييق على الحريات، وشفتوها على كابا فام اللي هي معناها مثال من الأمثلة، معناها ثم العديد غير معلن معناها كل يوم ثم تضييقات، ثم محاولة للتنقيص من هامش الحرية المكتسب. دونك التوجه الكل ماشي نحو انخرام التوازن وهيمنة حركة النهضة في المشهد. نشوفوا في مجلس النواب كيفاش الكتلة تقريبا ولا التابعة في جزء منها، لأن هي مشتة وجزء باراليزي وجزء ما ينتظر، لكن النويو اللي حول المجموعة هذه دخل في تناغم تقريب، راوهم في اللي كونديدا اللي قدموهم تنسيق في المحكمة الدستورية وغيرها، راوهم في الموقف من موضوع سوريا، تبين الثنائي كيف الرسمي بين الدا والنهضة اللي هو تحالف وكأنه رسمي اليوم. إيه أصبح هو نوع من الاحتواء مش تحالف، وفي ظل ضعف مجموعة النداء وفي ظل معناها ارتباطها بالنهضة ولا تتبع، لأنه حاجة نشوفه توا مثلا النداء حاجته بالنهضة في التحوير الوزاري، ما نجمش يعكسها في سوريا، ما نجمش يعكسها في المحكمة الدستورية المصالحة ولا في كل شيء، واللي راهينا وهذا اللي تم. الكلمة ليك.